إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب. أكد محمد بن شريفة مدرب الوداد الرياضي السابق أن دير بنصف نهائي كأس العرش أمام الرجاء يأتي في ظروف حساسة بعد خروج فريقي الوداد الرياضي والرجاء خاويي الوفاض. وقال بن شريفة في تصريحات لراديو مارس على لاعبي الوداد إظهار ردة فعل قوية في هذه المواجهة، وأضاف من الصعب الحديث عن حظوظ الفريقين في دير بكأس العرش الذي لا يحتمل الخطأ وسيعبر الفائز للنهائي، وزاد لاعبو الوداد مطالبون بردة فعل قوية بعدما ضاع درع البطولة ولقب دوري أبطال إفريقيا مؤخرا كي يساهموا في عودة الهدوء للأجواء ويتصالحوا مع الأنصار الودادية. وتابع على ضوء المعطيات الحالية وبعد نهاية الموسم والإرهاق الذي يطال اللاعبين، يصعب تصور السيناريو بحد عينه، إلا أن الوداد مطالب بالتأهل الثاني تواليا وأن ينافس على اللقب الغائب منذ أزيد من 20 سنة. وواصل أعلم جيدا مناخ ومحيط الفريق وأن التحضيرات تكون مثالية، لذلك لا أعذار للاعبين كي لا يقدموا لنا مباراة مثالية. وختم كلما حضر الديربي أستحضر ذكرياتي معه وأغلاها حين سجلت ركلتي جزاء في مباراة واحدة وجاوزت الكرة الشباك في المرتين بعد تمزيقها، واعتقد الجمهور أنذاك أنني أهدرت الركلتين. إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب.